مع خبرة تصل إلى 70 عاماً هنا في مناحل الأصيل، نهتم بأدق التفاصيل، بداية من تربية سلالات النحل المتخصصة في إنتاج جميع منتجات النحل من خلال أكثر من 1000 خلية نحل، وصولاً لمنتج مطابق للمواصفات العالمية نفخر بأن يحمل اسم الأصيل. قصة جودة امتلكناها عبر سنوات من خلال أحدث مصنع لتجهيز وتعبئة العسل في مصر، لنضمن لك قطرة عسل طبيعية 100%. تمر كل قطرة عسل في مناحلنا عبر رحلة طويلة ودقيقة للحفاظ على درجة حرارة العسل ونزع الرطوبة منه وتنقيته من كافة الشوائب، لتبدأ مرحلة التعبئة والتغليف والتي نحرص بشدة على تطويرها للحفاظ على جودة العسل ونقائه. ونحرص دائما في الأصيل على إدخال أحدث الابتكارات في مجال إنتاج العسل، وذلك بجهاز معد خصيصا لإنتاج ملعقة العسل المدمجة، وهي ابتكار عملي يمثل إضافة لقائمة منتجاتنا. ولأن الجودة غايتنا، تتمتع منتجات الأصيل بالمواصفات العالمية، وهو ما أتاح لنا الحصول على شهادة الآيزو وشهادة حلال للجودة وعلامة بكل فخر صنع في مصر، بالإضافة للمطابقة مع المواصفة القياسية المصرية. لذا نحن في الأصيل نمتلك خبرة في التصدير تصل إلى 20 عاماً، أهلتنا لنكون ثاني أكبر منتج ومصدر لأجود أنواع العسل في مصر للعام الثالث على التوالي بشهادة المجلس التصديري للصناعات الغذائية. وتتنوع منتجاتنا لترتضي عملاءنا، فالجودة والخبرة التي نمتلكها أتت لتقدم أفضل أنواع الأعسال من نوارة البرسيم والموالح، وصولاً إلى أنقى أنواع العسل الصحراوي وعسل حبة البركة والشمر والبردقوش وسدر الجبلي وبعض الأعسال النادرة، بالإضافة إلى المشتقات مثل صمغ النحل وغذاء ملكات النحل. الأصيل، أصل العسل. هذا البرنامج برعاية نظرا لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، بقى واجب علينا أن احنا نستخدم العلم. كمان الميكانة عليها دور كبير جدا من حرد وتعميق التربة وتحسين خواصها. أيضا الميكانة ووجودها في صعيد مصر من خلال قطاع الزراعة الآلية ابتدى واضح ان هو كان نموذج ناجح. النهاردة القطاع الخاص عليه دور كبير جدا، موجود معاكم في معرض مهم داخل محافظة أسيوط علشان نتعرف على المعروض من الميكانة وأهم المنتجات وأسعارها التنافسية من صعيد مصر. Thank you.
معالي المحافظ، لأول مرة معرض زراعة في محافظة أسيوط، وفي اهتمام من حضرتك بالقطاع الزراعي، وفي دعم للمشاريع التنموية وعلى رأسها تطوير وتحديث الري. بوجودك في المعرض النهاردة، هل هذا المعرض يلبي أمال وطموح الدولة والفلاح في محافظة أسيوط؟ الأول بس نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. أولا نسجد لله سبحانه وتعالى وندعوه أن يحفظ بلدنا مصر، يحفظ أهلينا يا رب بإذن الله تعالى، فخامة رئيس الجمهورية القائد، وينعم علينا دايما بالخير. الخير بقى بما نحن في حاجة خاصة بالزراعة، الخير الوفير يا رب بإذن الله تعالى بمشيئة الله. أنا فعلا يعني أنا كان نفسي معالي وزير الزراعة يكون موجود معنا النهاردة، وأنا فعلا هعمل اتصال مع سيادته بإذن الله تعالى بمشيئة الله، واللي قدر يجينا بكرة أو بعده بمشيئة الله، بحكم أن المعرض بقى له هيبقى بثلاث أيام. يمكن هو كان معانا الاسبوع اللي فات وانا كلمت معاه باذن الله وقال لي انا عايز اجي لكم، فيا رب تبقى فرصه كويسه. ده ناحيه تانية يعني. انما اسيوط، انت بتتكلم في اسيوط ارض زراعيه، بتتكلم في 400,000 فدان فيما فوق، بنتكلم في 350,000 فدان، عندك 40-60,000 من اللي هي المستصلحه والتقنين وبتاع كلام من ده. طبعا فاحنا اللي انت قلت عليه ده احنا محتاجينه، احنا بنزرع كل حاجه عدا الرز، نزرع ايه كل حاجه عدا الرز، فبالتالي محتاجين اللي انتم عارضينه هنا، سواء كانت معدات خاصه بالزراعه، سواء كانت زي ما انا شفت الاول، سواء كانت اسمده، سواء كانت يعني التشكيل اللي موجوده دي كلها، واخد بال حضرتك، فعلا احنا محتاجين حتى كمان الندوات اللي انتم بتعملوها بتاع كلام من ده للاهالينا، الاهالينا من الفلاحين وبتاع كلام من ده، برضه محتاجين عشان يبقى كلنا ايدنا في ايد بعضينا بنعمل الحاجه الصح والحاجه المظبوطه يعني. تمام، بامانه انا سعيد جدا جدا، وانا بشكر المهندسه هدى وكيلة وزاره الزراعه، وهي تستاهل كل خير. بمجرد ما جت وعرضت عليا الفكره فانا قلت لها تحت امرك، وانا موجود فعلا معاكم مشيئه الله تعالى باذن الله. يا رب باذن الله خلال اليومين الجايين اقدر اكلم مع وزير الزراعه ويكون ظروفه كويسه برضه وارتباطاته، هنجيب مشيئه الله تعالى يجي عشان نشوف ان طبعا فرصه لاهالينا كلها، مش اسيوط بس، نتكلم على الصعيد كله باذن الله تعالى بمشيئه الله. تمام، لكن هو انا رجاء بقى لكل العارضين وكل الناس الموجودين وبتاع كلام من ده، ارجوكم على قد ما نقدر نخفض من الاسعار بنسبه تخفيض كويسه، يبقى كتر خيركم جميعا. ليه؟ هذا الموضوع مهم جدا جدا. الراجل اللي جاي برضه عايز اهو معرض، زي ما بيسمى المعرض ده، المعارض بصفه عامه ايا كانت المعارض ايه، هي بتبقى الميزه بتاعتها ايه؟ الميزه بتاعتها ان الراجل بيروح علشان يشتري حاجه بسعر ايه؟ مخفض. تمام، فاذا بالتالي على قد ما تقدروا جزاكم الله خيرا في هذا الموضوع، ان احنا ننزل من الاسعار، وبالتالي هنبيع اكتر كمان. ماشي، فيبقى حاجه كويسه، ويبقى جزيل الشكر لكم جميعا. المزارع النهارده عايز اسال عن حياه كريمه، كان حلم بنحلم بيه كلنا، وخطوات ما كناش نتوقع ان هي تحصل بهذه الصوره. حياه كريمه اخباره ايه في محافظه اسيوط؟ لما اقول حياه كريمه، اذا بالتالي اقول ربنا يحفظ فخامه رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يحفظه. لان لما نقول حياه كريمه نقول المبادره الرئاسيه الكريمه لفخامه رئيس الجمهوريه حياه كريمه. طبعا انت بتتكلم في مشروع ضخم، مشروع ما اتعملش قبل كده، لا على المستوى المحلي ولا على حتى المستوى الاقليمي، ومش عايز اقول على المستوى الدولي كمان. انت بتخدم على، احنا هنتكلم على اسيوط، ماشي، احنا بنتكلم في اسيوط. على فكره حياه كريمه بدات من 2019 2020، بعد كده 2021، بعد كده داخلين احنا في التطوير اهو، شغالين في التطوير. اسيوط 11 مركز، حياه كريمه شغاله في سبع مراكز باجمالي 149 قريه، في كم مشاريع يقارب ال1000 مشروع في كل الخدمات اللي هتخدم على اهالينا فعلا، واخد بالك انت، في القرى طبعا الاكثر احتياجا، واخد بال حضرتك. مشاريع بقى بتتكلم في صرف صحي، بتتكلم في ميه، بتتكلم في ابنيه تعليميه، مدارس، بنا مدارس، بتتكلم في وحدات صحيه باذن الله على نفس النموذج بتاع التامين، منظومه التامين الشامل، واخد بال حضرتك. بتتكلم في مراكز الشباب، بتتكلم في تاهيل ترع، بتتكلم في طرق، بتتكلم في اناره، بتتكلم يعني في كل ما تتخيله من بنية تحتية بيتم على أرض محافظة أسيوط في 149 قرية دي الحمد لله تعالى. وداخلين بإذن الله في المرحلة الثانية، ودي أسابيع، مش عايز أقول شهور، أسابيع بسيطة بإذن الله تعالى المرحلة الثانية تتم في مركزين، وبعد كده المرحلة الثالثة المركزين الثانيين بإذن الله تعالى. لما هكلمك في مشروع بس واحد، مجال واحد بس، هكلم في الصرف الصحي، وإحنا عارفين أهالينا في أشد الاحتياج لموضوع الصرف الصحي. انت بتتكلم في 153 مشروع صرف صحي بينفذ من خلال حياه كريمه، من خلال المبادره الرئاسيه الكريمه لفخامه رئيس الجمهوريه حياه كريمه. هاي التاني
153 دول منهم 9 محطات معالجة. هقول لك القيمة قد ايه بس بالنسبة للمشاريع دي كلها، انت بتتكلم في 15 635 مليون، 15 مليار 635 مليون، 15 مليار اي تاني، ده بنتكلم في مجال الصرف الصحي، الله اكبر، واخد بالك؟ عشان كده لما نقول حياه كريمه نقول فخامه رئيس الجمهوريه ربنا يحفظه. لو ضفنا الميه ومشاريع الميه بتاع كلام من ده، احنا عدينا عدد كبير قوي من المشاريع، بنتكلم في 18 مليار ميه وصرف. على فكره مشاريع بتنفذ، مش بتكلم بقول في ورق بقول في ده هيتعمل، لا لا، ده حاليا بتنفذ على ارض محافظه اسيوط. معرض وسط الصعيد، حتى في المسمى بتاعه احنا بنتكلم على الدخول الى عمق الصعيد المصري والوصول الى الفلاح والقطاع الزراعي. لاول مره نشوف معرض بيجتمع فيه كبار الشركات المسؤوله عن القطاع الزراعي، توفير مستلزمات الانتاج بمختلف انواعها بما فيها الميكنه. مهندس ماهر الخضيري، الف مبروك. الله يبارك فيك وشكرا جدا لوجودك معنا ودعمك لفكره المعرض في صعيد مصر. أنا فخور بهذه الفكرة، هو مش مجرد دعم، لا، أنا شايف أن المزارع في صعيد مصر كان فعلا بينادي بده. ابتدت تشوف الفكرة دي إزاي وتنفذها لغاية لما وصلنا لهذا الحدث الجميل؟ زي ما حضرتك عارف، دور المعارض الزراعية في الإرشاد الزراعي في مصر كانت في الأول في معرض زراعي وحيد في مصر من عشر سنين. بدأت تنمو فكرة المعارض الإقليمية عشان تقرب من المزارعين، تقرب من المربين، توفر عليهم نفقات النقل والمشقة والانتقال. بدأت تنمو فكرة المعارض الإقليمية في مقطاع الزراعة وقطاع الطب البيطري والإنتاج الحيواني، وفكرنا نعمل معرض يخدم قطاع وسط الصعيد اللي هو محافظات الأسيوط وسوهاج والوادي الجديد والمنيا وبني سويف، وبالتالي سمينا المعرض باسم معرض وسط الصعيد. المعرض ليه صدى كويس جدا في كل اهل الصعيد وخاصه في اسيوط اللي هو اللي بيقام عليها المعرض، وفي مجموعه من الندوات العلميه والارشاديه كل يوم في تقدم على المعرض، وفي صدى كويس جدا، وسياده المحافظ جه افتتح المعرض، وكيل وزاره الزراعه موجود، وكيل الطب البيطري موجود، كل القيادات التنفيذيه في قطاع الزراعه والانتاج الحيواني حضرتك موجودين، في دعم للفكره، كل الادارات الزراعيه على مستوى المحافظات اللي انا سميتها لحضرتك موجودين، هم مبهورين ومبسوطين بالمعرض ووجوده في ارض الصعيد. بتتكلم على الندوات، انا لاحظت ان انت مهتم بده، ان انت توصل معلومه جديده، ان يكون العلماء فرصه ان هم يتكلموا. اهم الندوات اللي هنشوفها ونتابعها مع حضرتك. بص حضرتك، هو الصعيد بتنقصه المعلومه العلميه والمعلومه الفنيه. يمكن الموضوع ده في وجه بحري في مجموعه كبيره من الجزء الارشادي موجود ومتوفر، في الصعيد لا، ضعيف بشكل كبير جدا. عشان كده حبينا تسبورت الفكرة الندوات العلمية والإرشادية اللي بتغطي تقريبا معظم المشاكل الموجودة في الصعيد متعلقة بالإنتاج والتصدير، خاصة مشاكل الرمان. زي حضرتك عارف، ساحل سليم والبداري دول أكبر مدينتين بينتجوا رمان على مستوى العالم، معروفين في قطاع التصدير. في مشاكل طبعا في موضوع الرمان زي النيماتودا وأمراض أخرى. المعرض بيغطي الأمراض المتعلقة بالبيئة الإقليمية، المعرض بيغطي جزئيه ازاي نفتح افاق جديده لموضوع من الزراعات الجديده زي النباتات الطبيه والعطريه، زي زراعه الكمثرى، المشاكل والافات اللي بتواجه الزراعات التقليديه زي العنب وغيره. فالمعرض فيه كوكتيل متنوع من الندوات
اللي فعلا في اقبال كبير جدا من الزوار عليها. حضرتك بالتوفيق دائما، فعلا ملتقى جميل، وبقول لكل مزارع في صعيد مصر الفترة القادمة هيكون في متابعة وفي زيادة لهذه الأنشطة. مهندس ماهر قال لي ان انا بخطط ان يكون اكتر من مرة في السنة، وان نتنقل ما بين محافظات الصعيد علشان نقدر نغطي اكبر عدد من الاماكن الزراعية والوصول الى كل مزارع صعيد مصر. بشكر حضرتك. شكرا جدا، شكرا جدا استاذ سامح، وشكرا لوجودك وشكرا لدعمك ودعمك لفكرة معرض وسط الصعيد في الصعيد. معرض أسيوط الزراعي هو مناسبة جميلة جدا للقطاع الزراعي في محافظة أسيوط، إقبال من المزارعين، تواجد للشركات الهامة العاملة في هذا القطاع. من ضمن الملفات ملف مهم جدا، وهو استخدام بدائل الأسمدة الأزوتية، وهي ليست بدائل فقط ولكنها مغذيات، وتعتبر مغذيات طبيعية تزيد من الإنتاجية وتساعد على صحة النبات. النهاردة هوري لحضراتكم نموذج جميل جدا، تطبيق العلم على أرض الواقع. في البداية برحب بحضراتكم، تعرف فيك المهندس محمود الشافعي. أعرف بحضرتك دكتور محمد محمود، استاذ متفرغ معهد البحوث الزراعية. دكتور محمد، انا هبتدي من حضرتك. التسميد العضوي هو مسمى جديد على اذن المزارع، يا ريت نعرفهم يعني ايه. والله التسميد العضوي دلوقتي الاتجاه العام دلوقتي على مستوى العالم، لان ده بيطلع نباتات يعني صحيه جدا، خاليه من الملوثات، خاليه من اي ضرر للانسان، وبالتالي الاتجاه العام تقليل الاسمده او ترشيد استخدام الاسمده الكيماويه وتعويضها باستخدام الأسمدة العضوية. العضوية ممثلة في كل المخلفات الحيوانية والنباتية الموجودة، وخصوصا ما يتم عمله حاليا وما يسمى بالكومبوست. الكومبوست هو عبارة عن مخلفات نباتية بس، أو مخلفات نباتية وحيوانية، وتتكمل لفترة معينة بإضافات معينة، بتعمل إيه؟ بتدي، بيكون فيها أو الكونتنتس بتاعها أو محتواها كله جميع العناصر الغذائية، لأن دي حاجة راجعة من الطبيعة نفسها، وبالتالي 16 عنصر او 13 عنصر بمعنى اصح اللي انت بتضيفهم في صوره اسمده كيماويه موجوده في الاسمده العضويه بصوره متوازنه. الاتجاه العام دلوقتي بقى بما اضفنا اسمده عضويه في اثناء الخدمه لجميع المحاصيل، لقيناها مكلفه في عمليه النقل عشان بلك كبير، وبالتالي بدات الشركات تصنع ده في صوره كومبوست سائل او مخصب عضوي سائل. ده يضاف بطريقه سهله، تكلفه الاضافه سهله، عمليه الاضافه سهله، بتوفر كل العناصر الغذائية للتربة، ممكن إضافته أثناء الخدمة وممكن إضافته أثناء نمو النبات خلال المراحل المختلفة. طيب لو أنا جيت أتكلم على المردود الاقتصادي، المزارع دايما بيفكر فيها، ممكن يقولك أنا كده هزود من مصاريف الإنتاج. لو حضرتك شرحتها له بطريقة مبسطة، بعد هذا الاستخدام أنا هقدر أقلل من التسميد الأزوتي، هوفر، ده هيكون ليه مردود اقتصادي أو عائد اقتصادي على المزارع؟ شيء طبيعي طبعا، بس هو في البدايه لازم يستخدم بمعدلات معينه، بمعنى ان دلوقتي عندنا الفلاح بيستخدم حوالي 3 ل 5 طن اللي هو 20 متر مكعب او 40 متر مكعب 3 او 30 متر مكعب اسمده عضويه. لو حسب تكلفتهم بنقلهم بما فيهم الضرر العائد على وجود ثلاث حاجات مهمين جدا اللي هي بذور الحشائش، فطريات، نيماتودا، دول انا ده بتجنبه وتقييمه ماديا هيكون ممتاز طبعا. حين ان انا بستخدم الكومبوست السائل ده هيوفر لي كل الظروف اللي انا بقول عليها، وفي نفس الوقت هيوفر لي 30% من الاسمده الكيماويه. وحضرتك عارف دلوقتي ان الاسمده الكيماويه دلوقتي اسعارها ايه، والفلاح بيشكي الموسم اللي فاتت من شكاره اليوريا بشكل ايه. فبمعنى اصح ان انا لو استخدمت ده بمعدل كويس وفي ميعاد اضافه معين يناسب كل محصول، انا هوفر كميه من الاسمده الكيماويه واوفر 30% من الاسمده الكيماويه اللي بستخدمها. تطبيق البحث العلمي، حضرتك ليك يعني اقول مجالك او تعليمك القطاع الزراعي، ولكن مش كل واحد اتعلم قدر ينفذ على ارض الطبيعه.
انت لا نفذت اشتغلت بقيت موجود في وسط الناس. احكي لي ابتديت ازاي ووصلنا لايه؟ والله احنا من كرم ربنا اول ما بدانا مشروع الكمبوس السائل هو بدا معانا 2016 بالفعل الانتاج، وابتدانا في الكمبوس السائل تجارب على مستوى الجمهوريه باختلاف الاراضي واختلاف نوع المايه واختلاف الجو نفسه. فبالتالي اول ما نزل المنتج للسوق المصري بالفعل نزل 2017 لغايه النهارده، ومن كرم ربنا احنا يعني ربنا كرمنا فيه لان توجهاتنا ان ينزل المنتج لمديريات الزراعه ده اولا، ثانيا ينزل كمان للقطاع الخاص، لان الكمبوس السائل من ضمن مميزاته او اهم ميزه فيه ان هو موفر جدا في التكاليف، بخلاف ان هو بيوفر لي تكاليف في التسميد الاسمده الكيماويه. 30% من الاسمده الكيماويه ده بيتوفر في الاراضي الرمليه، بخلاف 50% من الاسمده الكيماويه ده بيتوفر في الاراضي الطينيه، بخلاف ان الكمبوس السائل اساسه ماده عضويه من 70 ل 74%. فمن هنا بنقدر نستغنى استغناء نهائي عن التسميد الارضي زي السبخ والسبله والكمبوست الباودر، ونعوضه بالكمبوست السائل سريع الاستخدام سريع التاثر على التربه والنبات، تكاليفه قليله جدا، سهل الاستخدام على التربه والنبات. النهارده انا كمزارع بحتاج الدعم الفني للمعلومه، هطبق ازاي وامتى؟ هل عندك فريق بيواصل مع المزارع ودايما بيتكلم معاه ويشوف يتابعه على مدار الموسم؟ احنا بالفعل بنقدر ننزل للمزارع بنفسه وبنقدر نديله دعم فني، نقدر نديله استخدام امثل، نقدر نديله مميزات امثل، نقدر نتابع معاه من اول خطوه لاخر خطوه عشان نقدر نوصل معاه لاسرع نتائج وافضل استخدام. احمد الدويك، شركه اغصان للاسمده والكيماويات الزراعيه. النهارده احنا موجودين في محافظه اسيوط، محافظه زراعيه، وصعيد مصر دايما بيتكلم عن الظلم والمعاناه والتهميش، لكن لما اكون موجود النهارده عشان اخدم القطاع الزراعي هي خدمه انسانيه وخدمه تنمويه. كلمني عن وجودكم في اسيوط من خلال هذا المعرض، وايه الخدمات اللي انتم بتوفروها للقطاع الزراعي؟ احنا اسيوط بالنسبه لنا هي وسط الصعيد، وسط الصعيد فيها زراعات محدده بتخدم المناطق الشمال اسيوط ومناطق جنوب اسيوط. احنا بنقدم خدمات للمزارعين، ده خدمات دعم فني بنقدم لهم الاول منتج عالي الجوده محل الصنع بكفاءه المستورد. يعني حضرتك بنقارن دلوقتي المنتجات بتاعتنا، بنقول فعلا احنا بنضاهي المستورد بنسبه 100%. اهميه هذه المنتجات ممكن تساعدني في ايه كفلاح؟ بتساعد الفلاح، عندنا ماده عضويه، عندنا معالج ملوحه يعالج له الملوحه ويقلل له نسبه الملوحه عنده، عندنا حاجات تزود الانتاجيه، عندنا كلسم. مشكله الملوحه بقت مشكله منتشره في الاراضي، لان احنا بنتكلم على الري بمياه الجوفيه. هتساعدني فيها ازاي؟ ايه المركب اللي عندك اللي يقضي على الملوحه عشان يمنع عني مشاكل كتيره جدا وعشان ما يقلش انتاج؟ عندنا الاريزر، ده معالج ملوحه، ده بيقلل ملوحه التربه وملوحه الميه بطريقه اضافه معينه الفلاح بيتعلمها معانا ويستخدمها، والنتائج من تاني يوم او تالت يوم بتبقى النتائج موجوده. معنى كده انت عندك دعم فني؟ عندنا دعم فني، عندنا المهندسين على اعلى كفاءه من المستوى الفني بيقدموا الدعم الفني للفلاح. في دلوقتي التغيرات المناخيه بتاثر على المحاصيل، وعندنا محصول الزيتون، محصول المانجو من اشهر المحاصيل اللي اتاثرت في الموسم السابق. ده هيبقى ليه خطوات علميه او بعض المركبات تساعد المزارع؟ عندنا بعض المنتجات اللي بتقلل الاجهاد على النبات سواء في الاجواء الحر او اجواء الصقيع. عندنا الديف تقلل الاجهاد اللي بيحصل للنبات نتيجه للحر او الصقيع. النهارده المزارع ممكن يخاف من السعر، هل استخدام هذه المركبات هيكون عبء على المزارع؟ هيكون اضافه او زياده لانتاجه فيخفف من هذا العبء؟ انت دلوقتي النهارده لا، احنا بنقلل التكلفه للمزارع عن طريق تقليل الاسعار. عندنا الاسعار
يعني في متناول اليد واقل من المنافسين كتير، وفي نفس الوقت بتزود له الانتاجيه فبتقلل النسبه بتاعه المصروف عنده، فبالتالي بيحس بالمكسب على طول. السيد عبد المقصود مدير مبيعات شركة لوتس جروب للمعدات الزراعية. النهاردة وإحنا بنتكلم على معرض أسيوط، أكيد أنتم جايين النهاردة عايزين توفروا الميكنة ويتم تعميق استخدامها في صعيد مصر، بتوفروا إيه كشركة؟ والله شركة لوتس جروب يعني شركة من عريق الزمن، يعني تأسست سنة 96. بنقدم منتجات كتيرة النهاردة، عندنا جرارات زراعية بجميع قدراتها، قدرات صغيرة وقدرات كبيرة، بتبدأ من 25 حصان لحد في 50 وفي 60 وفي 70 وفي 100 و110 حصان. كمان جبنا النهاردة حاجات جديدة بالنسبة لصعيد مصر بحيث نوفر على الفلاح شغل الميكنة الزراعية. بنقدم النهاردة منتجات تركية من شركة لوماكس التركية، عندنا دراسات قمح بتشتغل على عمود الكردان والطنبور، كان دايما الفلاح شغال في دراسة القمح على نظام السير والطنبور، النهارده جبنا له دراسة بتشتغل بعمود الكردان وبتشتغل بالطنبور كمان يعني. وكمان وفرنا بلانترات لزراعة الذرة تخدم المساحات الكبيرة برضو تركي، وبرضو بدارات لبدر الكيماوي والسماد ومحشات للبرسيم، فجبنا منتجات توفر الايدي العامله لان احنا عندنا مشكله دايما في العماله، وبتساعد في الوقت وبتادي الانتاج انتاجيه اعلى في وقت بسيط جدا. عندنا مشكله في مصر وهي تفتت الحيازه، المعدات اللي انت بتقدمها النهارده تقدر تتعامل مع المساحات الصغيره؟ تمام، وكمان اي مساحه صغيره، فعندنا عندنا قدرات صغيره جرارات وعندنا معدات صغيره، يعني كل معده بنتكلم عليها في منها الحجم الكبير وفي منها الحجم الصغير، في اللي يخدم المساحات الكبيره وفي اللي يخدم المساحات الصغيره. وكمان برضو بنقدم للفلاح هنا ان بنقول له ان اي منتج من عندنا ممكن تقسطه عن طريق البنك الزراعي المصري، بحيث ان الفلاح برضو انت عارف الوضع المادي والامكانيات الماليه، فممكن يقسط اي معده من خلال شركه لوتس عن طريق البنك الزراعي او عن طريق شركه مشروعي للتمويل. شركه مشروعي احدى شركات غبور موجوده برضو لها فروعها في كل محافظات مصر، موجوده بنقول للفلاح برضو هنا انت احتاجت اي منتج من منتجات شركه لوتس جروب محتاج تقسطه الجا للبنك الزراعي المصري او لشركه مشروعي. لو جيت اتكلم النهارده على قطع الغيار والصيانه والضمان، ده بتقدر توفره للمزارع؟ اكيد طبعا، بفضل الله عز وجل الشركه عندنا بتقدم صيانه على المنتجات، في منتجات عليها ضمان 6 شهور، في منتجات اخرى عليها ضمان سنه، في 18 شهر، في سنتين. عندنا عربيات صيانه متنقله بتروح للعميل في مكان تواجد المعده، في الارض، في البيت، في الغيط، في اي مكان. خلال فتره الضمان الزيارات مجانيه، زياره واحده 2 3، كل ما يطلب الضمان كل ما يطلب الصيانه بيلاقي عربيه صيانه عنده في خلال 24 ساعه او 8 40 ساعة بيلاقي عربية صيانة موجودة عنده. كمان عندنا بنوفر قطع الغيار للمنتجات كلها بأسعار برضو كويسة، وفي عربيات برضو بتنقل قطع الغيار متوفرة لدى الشركة بمشيئة ربنا. أنا أحمد هشام حفناوي، إحنا شركة أجرو كومب للتجارة والمشروعات ومصنع الحفناوي للكيماويات. إحنا جينا النهاردة عشان نقدم مجموعة متميزة من الأسمدة والمخصبات الزراعية بأفضل جودة موجودة طبعاً، على ما نحاول بيها إن إحنا نمثل أو نبقى زي المنتج الأجنبي أو المنتج الأوروبي. النهاردة أنتم بتقدروا تقدموا بدايل أقدر أقلل منها من التكلفة وأقدر أقلل من الاعتماد على الأسمدة الأزوتية التي أصبحت مرهقة للأرض الزراعية. إحنا دلوقتي إحنا أساساً كان بداية شغلنا، إحنا بدأنا من 31 سنة، بداية شغلنا كان استيراد الأسمدة من كنا واخدين وكالات من أسبانيا ومن أمريكا ومن فرنسا، كان سعر المنتج أصلا عالي.
احنا اللي خلانا نتجه ان احنا نفتح مصنع الحفناوي او ان احنا ننشئ مصنع الحفناوي ده طبقا للتوجيهات اللي كان السيد رئيس الجمهوريه كان قالها ان هو بدء التصنيع المحلي والاعتماد على التصنيع المحلي، وده اللي بيحصل اللي احنا بنشوفه النهارده. النهارده انت عندك العالم كله عامل ازمات، انا عندك بسبب الحرب بتاعت اوكرانيا لسه عماله في زيادات في الاسعار، منتجاتنا النهارده المحليه اسعارها كويسه جدا وجودتها عاليه جدا، مصادرنا اللي بنستخدمها حاجه يعني عاليه جدا وبنقدر نتوفر لنا وموجوده هنا عندنا في مصر ومش محتاجين. دي بتحقق لي ان انا اقدر ازود الانتاج واقدر ارفع من جوده المنتج نفسه ان هو يكون خالي من متبقيات مبيدات من متبقيات عناصر ثقيله. النهارده انا بقدر ازود الانتاج من الاورجانيك. احنا مش مبيدات، احنا بنتكلم بالنسبه لي كاسمده، انا ما عنديش اي نوع من انواع المتبقيات، كل المنتجات اللي شغال فيها سواء انتاج المحلي او سواء المنتجات اللي كنت بستورد زمان كانش فيها اي نوع من انواع المتبقيات. بالنسبه لزياده الانتاج هي الفكره كلها في استخدام الاسمده، هو انك تستخدم الاسمده بالشكل الامثل مش بالزياده قوي ولا انك تقللها، نوفر الغذاء اللي محتاجه النبات، وفرت الغذاء وحافظت على البرنامج التنميه بتاعه او البرنامج النمو بتاعه، خلاص هو هيطلع معاك وهيطلع الثمار كويس، الا لو حصل لا قدر الله متغيرات او الكلام ده كله بتبدا تشتغلها برضو بعناصر ثانيه بتعالجها. كده انا هقلل الاعتماد على الاسمده الازوتيه، هقلل الاعتماد على المبيدات والاسمده الازوتيه. يعني عندك حاجه زي السيليكات دي مثلا، السيليكات دي ده سيليكون على بوتاسيوم، السيليكون بيعمل حمايه، طبقه حمايه للنبات في الوقت اللي فيه صقيع والوقت اللي فيه حراره، تمام، بغير ان هو بيحافظ على عمليه تمثيل الغذائي جوه الورقه نفسها او ورقه الشجر او الثمر نفسها اللي موجود، وينفع يتحط كمان تسميد ارضي يخش في التربه. بيعمل ايه بقى؟ ما بيخليش اصابات فطريه توصل، بيمنعها تماما وصول الاصابات الفطريه لان هو بيعمل عزل تام عن اي اصابه تحصل له، تمام، بيحافظ عندك على عمليه تمثيل الغذائي اللي بتتم جوه النبات. ثالث حاجه انه بيزود معاك الانتاج لان البوتاسيوم 15% فبيعلي معاك الانتاج وبيعمل التحجيم والتنسيق بتاع حجم الثمر. الحاجات العناصر الغذائيه المفروض تقول هتوفر كام الاسمده عشان المزارع يعرف توفير الاسمده كام، لان الاسمده حاليا سعرها ارتفع، صح؟ تمام. يعني في السوق بره وصلت 420 و450، فانا لما وعاوز يعرف الفدان هيكلفه قد ايه في الموسم لو اعتمد على هذه المنتجات. يعني انا مهندس زراعي سليم بس بالمعاش الحمد لله سليم، لما تشرح يعني التكلفه مثلا هتكلف 150 جنيه 200 جنيه الفدان، يبقى هنا المزارع هيوفر كام؟ اشكالتين كيماوي ب 500 جنيه 600 جنيه، يبقى هو اصبح عنده الوفر الكافي من الاسمده اللي هياخدها من في نقطه. بس انا برضو هضيفها للسؤال، ما انا ممكن اقلل في التكلفه بس هنا ممكن ادفع نفس التكلفه بس ازود انتاجي. بالزبط. يعني النقطه اللي اتكلم فيها ان انا عايز ازود انتاجي، ممكن انت بتدفع في الاسمده الازوتيه 500 جنيه مثلا، ممكن تدفع 500 جنيه برضو بس تزود انتاجك وما تستخدمش مبيدات. اسمعوا بقى، لكن الدوله بتدل على ايه؟ على اساس تخلي المزارع يبقى قوي سليم في الانتاجيه وقوي في الدخل اللي داخله، فالدخل اللي داخله ما كانش يتوفر حاجه من العناصر الغذائيه بالاسمده ما هيتوفرش حاجه. هو عايز بقى يعرف التكلفه. طب احنا عشان كده بنتكلم في الموضوع ده، احنا النهارده ده انتاج محلي مش مستورد من عادي. طب النهارده ممكن توصل في احماض امينيه ولا في احماض امينيه مثلا ممكن توصل في مستورد بيعدي 600 و500 جنيه صح؟ ابو لتر صح؟ فكره كلها في حاجه، الصناعه كلها بتاعت الاسمده وبتاعت الكيماويات دي كلها هي عناصر ما فيهاش اختراع، العناصر دي ثابته في الطبيعه محدش بيخترعها، الفرق بس ان ده راجل اجنبي احنا بنبعت نستورد من عنده عشان خاطر نجيب منتج اسمه منتج او قناعه المزارع المصري ان هو هيستخدم منتج من بره ولا انضف حاجه، احنا بنغير بقى الموضوع ده بان احنا جبنا منتج محلي نفس العنصر. ما هو ما فيش اختراع فيه، مصدر عالي برضو ده ما فيش اختراع فيه، حطينا المنتج وحاجه مظبوطه وحاجه محترمه نزل بنسبه مظبوطه، سجلنا منتجاتنا نزلناها للمزارع اشتغلت جابت نتيجه، حاجه كويسه جدا. دكتور سيد الشحات موافي، الشركه المصريه للمخصبات والتجاره. النهارده احنا في صعيد مصر جايين نقدم حاجه للقطاع الزراعي للفلاح عشان نزود انتاجه ونقلل من المصاريف في الانتاج. عرفني الرساله اللي انتوا جايين النهارده تقدموها للصعيد. الرساله بنقول ان احنا نستخدم شركات معتمده على اساس مسجله ومرخصه على اساس ان انت المستفيد الاول والاخير ايها الفلاح.
فلازم تستخدم حاجات تكون قانونية، ولازم تستخدم حاجات ان هي تكون مسجلة في وزارة الزراعة على اساس ان هي تكون سليمة وتقدر تجيب بيها النتيجة المرجوة اللي انت بترشها من خلالها. لو جيت اتكلم على ايه اهم المنتجات اللي النهاردة تقدر تقلل فيه استخدام الاسمدة الازوتية ترفع لي من انتاجي؟ في عندنا منتج عضوي اسمه ماجيك فيرت، ده مسجل في وزارة الزراعة، ده بيزود الانتاج بنسبة 30%. ومش كده بس، لا ده هو بيقلل استخدام الأسمدة المعدنية كمان بالنسبة لا تقل عن 50%، يعني اقتصاديا عالي جدا جدا. النهاردة وإحنا بنتكلم على ظهور عدد كبير جدا من المخصبات الحيوية، يعني إيه مخصب حيوي وإيه قيمته لإضافته أو إيه القيمة اللي أنا بستفيدها لما أضيفه للنبات؟ في فرق بين المخصب الحيوي والمخصب العضوي. المخصب الحيوي بيبقى بيحتوي على مركبات حيوية، يعني كائنات حية دقيقة، أما المركبات العضوية بتحتوي على مواد عضوية، فبتفرق بين الاثنين وبعض. المخصب فايدة لزيادة الانتاج؟ طبعا المخصب الحيوي تقريبا بيبقى ليه زايدة فايدة كبيرة، ولكن بيشترط ان انت ما تستخدمش اسمدة معدنية على اساس ان الاسمدة الكيماويات المعدنية اللي انت بتستخدمها ممكن تموت الكائنات الحية اللي موجودة اللي انت بتحطها، فليه اشتراطات محددة وانت بتستخدمه لازم تعملها. في ظل ارتفاع اسعار الاسمدة عالميا تنصح المزارع بايه؟ استخدام الأسمدة العضوية، اتجه للاستخدام الأسمدة العضوية لأنها أمان، أولا أمان على صحة الإنسان، وثانيا رخيصة في الثمن لما تيجي تدرس التكاليف بتاعة الزراعة بتاعتك. معرض ممتاز والله. يعني شفت ايه بقى؟ احكي لي كده، ما انت كفلاح يبقى نفسك في حاجات تشوف مكانها جرار جديد. كل المبيدات، انواع المبيدات والزراعه والشتلات وجميع المغذيات والانواع الحشري، حاجه ممتازه يعني بصراحه، معرض ممتاز جدا. يعني انت لما بتيجي تشتري مبيدات مين اللي بيقول لك يشخص لك المرض، يقول لك تشتريها منين، تعمل ايه؟ في مهندسين بتيجي والله بدعم فني من كذا شركه. يعني اول معرض في الصعيد هنا، وفيه التقنيات الحديثه بالنسبه للري والتنقيط، وده مهم جدا في المرحله الجايه عشان توفير مياه المري، والطاقه الشمسيه برضو توفير الكهرباء. اول مره نشوفه حدا مشرف للصعيد والله، وحدا مشرف لبلديه الزراعه والجمهوريه مصر، لا حدا مشرف والله، وحدا فوق الوصف. غيرك في المعرض؟ معرض كويس، بس احنا عايزينه يعني سنوي او كل سنتين، عايزينه باستمرار حدانا. وليه ما يبقاش مرتين في السنه، مره في الصيف سنه، بحيث نطلع على الجديد في الزراعه، في انظمه الري الحديث، الطاقه الشمسيه. احسن حاجه المحاريت النظيفه دي ما شفناها الصراحه ابدا هنا في الصعيد. مهندسة نهد، شركة سولاتيل جرين تكنولوجي. تمام؟ مش مهندسة، احنا النهاردة بنتكلم على أهمية استخدام الطاقة المتجددة. لسه المواطن في مصر عنده تخوف من ارتفاع أسعارها، من صعوبة استخدامها. النهاردة بتقدموا إيه لصعيد مصر؟ هو في ارتفاع سعر، بس ارتفاع سعر ده يعني المحطة بتعوض سعرها خلال سنة ونص، ثلاث سنين. تمام؟ لكن صعوبة استخدام المحطة احنا بنعملها وننساها خلاص، مفيش بعد كده، ما بنرجعش تاني ليها، غير لو قدر الله في عطل. ممكن الاعطال بتتحل بالتليفون، تبقى برمجة في جهاز، في حاجة، او العطل اكبر من كده، فالتيم بيروح يشوف المحطة، يشوف الموتور فيه ايه، يطلع. احكي لي بقى يعني ايه طاقة شمسية؟ المحطة بتتكون من ايه؟ ايه المطلوب مني؟ تمام. محطات الطاقة الشمسية دي عبارة عن ايه؟ الخلايا دي خلايا ضوئية بتاخد الضوء تحوله لكهرباء. تمام؟ بس الكهرباء اللي فيه غير مناسبة للبيوت او غير مناسبة للاحمال العادية اللي هي في البيت او في الماتور بتاع المحطة، كهرباء دي سي او تيار مستمر. فانا عشان احولها لاي سي بستخدم حاجة اسمها انفرتر او محول، ده نوعه بيختلف على حسب النظام بتاعي، لان كل سيستم او كل حمل بالنسبة لي بيبقى ليه سيستم خاص بيه. احمال البيت غير احمال المواتير بتاعة المزرعة، غير احمال ورشة، غير مصنع كده، فكل انفرتر على حسب ايه، على حسب السيستم بتاعي ايه. المنظومه الطاقه الشمسيه مبدئيا او كاساس بتتكون من الواح الطاقه الشمسيه. تمام؟ دي اللي بتجيب لي الكهرباء، مصدر الكهرباء بالنسبه لي، هي بتجيب كهرباء مستمره. دي عشان اثبتها لازم بتاخد زاويه معينه واتجاه معين، فبيبقى فيه ستيل ستراكشر او حديد، ده الشاسيه اللي بيشيل الخلايا.
تمام. بعد كده بدخل لمرحله الانفرتر اللي هو المحول اللي بيحول لي الكهرباء بتاعه الخلايا على حسب النظام اللي عندي، تمام. وفي كابلات، الكابلات دي توصيل بقى ما بين الانفرتر سواء دي سي فتوصيل من الخلايا للانفرتر، او كابلات اي سي دي اللي هي بتوصل للكهرباء العاديه او الحمل من الانفرتر للحمل. هل حصل تنسيق ما بين البنوك علشان يبقى في تيسيرات في السداد على المزارع؟ حصل بيننا وبين البنك الاهلي، يعني في تقسيط من ما بين البنك الاهلي وما بيننا كشركه او شركات تانية، يعني هم بيسهلوا كده. احمد ابو زيد، مدير تنفيذي شركه سولاتيل جرين تكنولوجي، الوكيل الحصري لشركه ميكنو في الصين. احنا هنا عندنا في شركه سولاتيل جرين تكنولوجي متنوع من المنتجات المستخدمه في مجالات الطاقه الشمسيه، سواء اون جريد سواء اوف جريد سواء بامبنج سيستم اللي هي الحاجه الخاصه بالمزارع او الاناره المنزليه او الاستخدامات في المحلات التجاريه والمصانع وهلم جرى. يعني عندنا منتجات مختلفة زي ما احنا شايفين، عندنا مثلا انفرتر ميكنو ده للبامبنج سيستم. الجهاز ده بيتميز بحمايات على الدخل والخارج بتاع الجهاز. طبعا احنا بنحط الجهاز ده في لوحة IP65 معزولة وفيها مراوح تبريد علشان درجة الحرارة والهيتنج والكلام ده، وبنحط معاه اكسسوارات زي اللي واضحة قدامنا فوق دي، اكسسوارات حماية للجهاز. الجهاز بياخد الخارج من الخلايا الشمسية زي الخلية اللي موجودة ورايا دي، خلية شمسية بتاخد الضوء الخارج من الشمس او الاشعاع الساقط من الشمس وتحوله لكهرباء تيار مستمر. بناخد التيار المستمر ندخله على الانفرتر، والانفرتر بيطلع لنا الكهرباء 380 فولت، وفي انواع تانية بتطلع لنا 220 فولت اللي نقدر نستخدمها في ابليكيشنز مختلفة. 380 دي اللي بنشغل بيها طرمبات المية الغطسة او السطحية او اي نوع من انواع المواتير اللي موجودة. عندنا انواع تانية من الانفرترات زي الانفرترات اللي هناك دي، انفرترات اوف جريد، تمام. الانفرترات الاوف جريد دي بنستخدمها للإنارة المنزلية، في منها قدرات مختلفة بتبدأ من 1 كيلو 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو وبتوصل معانا لغاية 10 كيلو. نقدر نربط اكتر من جهاز مع بعض بحيث ان احنا نوصل لقدرات مختلفة وقدرات كبيرة. مهندس عز دراغب، شركة جرين تكنولوجي للتوكيلات الزراعية. كومبوست جرين، انا شايف النهارده ده المزارع بيسال عنه، بتتكلموا معاه ليه؟ يعني ايه كومبوست جرين وفايدته؟ ده عباره عن سماد عضوي، تمام، 75% محمل على عناصر صغرى حديد وزنك ومنجنيز ان بي كي ونيتروجين في فسفور بوتاسيوم بنسب متوازنه. بيشتغل بيوفر معنا في التسميد الكيماوي وفي نفس الوقت حيوي، او ما بيدخلناش في املاح، ما بيدخلناش في حاجات تاني، وبيساعد النبات وبيساعد الزرع على الانتاجيه، بيدينا انتاجيه كويسه، نمو خضر كويس، بنشغله لاكتر محصول ممكن عندنا في منطقه الصعيد لاهلنا في الصعيد هنا بندهولهم. بيشتغل في البرسيم، بيشتغل في القمح، للاشجار سواء كان زيتون مانجو رمان، بيجيب نتائج كويسه جدا، بيوفر معايا في اكتر من حاجه وشغال كويس وسعره معقول. سماد عضوي، هل هو يغني عن التسميد الازوتي ولا ده اضافه ليه؟ لا، بيغني بنسبه 50% عن التسميد الازوتي. اقل نسبه الاسماد الازوتيه 50%. طبعا احنا ده بيقل في نسبه الازوت كتير، ما هو ده يعني انا بقلل المصاريف، بقلل المصاريف، بقلل في تكاليف على الفلاح، فبالتالي بنلاقي فيه انتاجيه عاليه، او وفرت في المصاريف، وفرت في التكاليف، اداني محصول كويس. ايه تاني بتقدمه النهارده من خلال تواجدك في اسيوط؟ عندنا هنا مثلا عندنا شركه فيها حاجه منشط جذور، عندنا حاجه بوتاسيوم عالي بنسبة بوتاسيوم سترات، عندنا هيوميك، عندنا فالفيك، في أكتر من حاجة الحمد لله. الشركة عندنا فيها مركبات كويسة، وبنحاول نساعد أهلنا وناسنا، بندي بتكاليف قليلة أو أسعار قليلة في الانتاج ومركبات عالية إنتاجية. أول مرة تكونوا موجودين في أسيوط ولا أنتم أساسا من سنين هنا داخل أسيوط؟ أول مرة نعرض في أسيوط. أنا المهندس محمود سيف، شركة جيني تكنولوجي عن محافظة المنيا وبني سويف. الشركه بتاعتنا واخده توكيلات حصريه، منتجاتنا الحمد لله ثابته نفسها في السوق. معايا منشط جذور اسباني يحتوي على طحالب واحماض امينيه وماده الانادول بيوتريك اسيد، النتيجه بتاعته بتظهر معايا في خلال اقل من اسبوع. معايا حاجه فيلو بوتاس، ده تخصص عقد وتعجين معايا، ده منتج اسباني برده 30-40%. معايا حاجه على الفوسفور عباره عن 65% تفريق، منتج اسباني نفسه.
معايا امينو فيرتل عباره عن عناصر صغرى وطحالب واحماض امينيه مع بعض. معايا برضو في التخصص معايا حياه سترات بوتاسيوم 50%. كل المنتجات بتاعتنا منتجات ثابته نفسها والنتيجه تظهر معايا خلال من 72 ساعه لحد اقصى مده اسبوع. معايا فلفل برضو اسباني ومعايا عباره عن هيوم اسباني وهيوم صيني. معايا القنبوس بتاعي، القنبوس بتاعي دوت يغني عن السماد الغذائي بنسبه 50%. التحليل بتاعه عباره عن 22.5% نيتروجين، 19 فوسفور، 19 بوتاسيوم. معظم المزارعين اللي استخدموا القنبوس اثبتوا ان فعلا النتيجه بتاعته كويسه جدا، وبتظهر النتيجه بتاعته خلال نفس القصه برضه خلال 72 ساعه. النهارده موجودين في اسيوط داخلين بانواع جديده من النخيل ذات القيمه الاقتصاديه المرتفعه. ايه اللي بتقدمه ومميزات هذه الفسيل؟ بالنسبه للفسيل الموجود اللي هو المجدول المغربي ده اسعار محترمه جدا كسعر معرض وكسعر تسويق، فصيله عمر 3 سنوات بتديك تبشير بعد 2.5 سنين. في البرح السعودي عمر 3 سنين برضو 2 سنين والثالثه بتديك تبشير، اسعار معقوله واسعار مرتاحه جدا. الفصيله المجدول على مرحله حياتها بتطلع حوالي من 20 ل 25 فصيله انتاجيه فصائل كبيره، وبالنسبه للاشجار الزينه متاحه والاشجار بتوصلها لغايه المزارع هنا في اسيوط ان شاء الله. بس هو بيبقى عليه اللي هو فحت الجور، تجهيز الجوره بالتسميد وبالكومبوست، يعني حاجات معينه كده بديله الارشادات بتاعتها وهو ينفذ على كده. عندك متابعه فنيه ان شاء الله؟ متابعه فنيه لغايه ما تخضر باذن الله. مهندس منصور نصر شحاتة، مدير عام الزراعة صدفة. لو حبيت أتكلم على أهمية تواجد معرض زراعي في محافظة أسيوط، أول مرة بشوف هذا التواجد وفرحة لدى المزارعين. احنا بإذن الله ما شاء الله بالقيادة الرشيدة سيادة اللواء الوزير المحافظ وضع النبتة، ولأول مرة يوضع نبتة معرض زراعي بتشجيع من السيد اللواء الوزير المحافظ وبدعم من السيدة وكيلة وزارة الزراعة بأسيوط. النهارده الشركات المتواجده وخدمتها للقطاع الزراعي ايه دورها؟ بسم الله ما شاء الله الشركات المتواجده على اعلى مستوى بالنسبه لنا، هو الجناح الاساسي والعنصر الفعال اللي مهمل بالنسبه لنا، ان احنا ما عارفينش القيمه بتاعته بالنسبه للاسمده والمخصبات. بامانه كده ان الشركات المتواجده من اعلى الانواع الشركات المتواجده سواء محليه او مستورد، والاسعار بسم الله ما شاء الله، سواء ميكن زراعيه بسم الله ما شاء الله جايبه انتاجيه ممتازه. بالنسبة للمخصبات، بالنسبة للشركات العارضة للري المطور أو الري الحديث اللي احنا سيادة فخامة سيادة الرئيس بنادي به، بالنسبة للري الحديث وخصوصا قطرة ماء تساوي حياة. معرض كويس، يعني حاجة بتشجع أن الفلاحين كلها تيجي ويبقى عندها دراية بالزراعة وبالأسمدة وبالعناصر الزراعية، ودي حاجة كويسة لمحافظة أسيوط يعني، وربنا يعني كله للمعرفة. عرف نفسك حق. احمد سيد يوسف، مزارع من صدفه. الله يخليك. والله المعرض بسم الله ما شاء الله حاجات كويسه، وبالذات الري الحديثه، اجهزه الري الحديث بالتنقيط والرش، هذا بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله الله يعينكم. والله هو المعرض حاجه تشرف، ولاول مره في الصعيد يعني حاجه بسم الله ما شاء الله سعدنا به. وطبعا بالنسبه للمجال بتاعنا المجال الزراعي، كل المنتجات اللي احنا شفناها هنا حاجه بسم الله ما شاء الله حديثه، اذا كان في مجال الطاقه، في مجال بالنسبه للتنقيط للرش،
في الفسائل والمخصبات والمبيدات، حاجة بسم الله ما شاء الله يعني طبعا طفرة كبيرة بالنسبة للزراعة. نتمنى من كل الجماعة اللي هم جايين المعرض أن يستفيدوا منه استفادة كاملة ويستخدموا المنتج بتاع المعارض دي بتاع الشركات في مجال الزراعة المجال الحديث ليها. محمد حسين ابو العزم المشاتل الحسين لانتاج شتات الموالح والفاكهه. مكانكم فين؟ مكاننا جبين الكوم منوفيه. احسن ناس. الله يخليك. لو جيت اقول النهارده الصعيد كان متعطش لهذه المعارض وهذه المنتجات، انتم موجودين النهارده بتقدموا ايه للمزارع في صعيد مصر؟ بنقدم له افضل واجود انواع الشتلات عاليه الخصوبه، تمام، الشتلات الجديده زي الليمون الكافيار وزي الخوخ بانواعه، التفاح بانواعه، والمشمش بانواعه، والبرقوق بانواعه. النهارده الدعم الفني ان انا ادي المزارع المعلومه وايه اللي يناسب ارضه، ده موجود؟ هتقولوا ايه للمزارع النهارده وانت موجود بتقابل الناس؟ سالوك على ايه؟ سالوني على الدعم الفني ما بعد الزراعه، وقلت لهم عندنا فريق من الدعم الفني، تمام، مع باي استفسار لحضراتكم نبعت لكم الفريق بتاعنا يشوف ايه اللي الشجره محتاجاه ويبلغكم بيه. خدمه توصيل الشتلات كمان لحد عنده. لقيت المزارع النهارده بيرحب بيكم في الصعيد، كان فعلا محتاج الخدمه دي. فعلا هم سعداء بوجودنا والله، وديت حاجه يعني ايه زادتنا فخر يعني. هذا البرنامج برعاية